ما حكم ما يسمى الخدعة وخفة اليد في الأوراق وغيرها؟ ما في بأس، هذا عبث لعب خفة اليد وكذا، بس لا يتساهل الناس بتسميته سحر، ثم بعد ذلك يصير كلمة سحر سهلة على الناس، وهذا ساحر، خل نروح نشوف الساحر وخل نقعد مع الساحر. لازم الناس يعرفون أن كلمة ساحر كلمة قبيحة، وأن السحر كفر، وأن الله تبارك وتعالى يقول يعلمون الناس السحر وما يعلمون أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يقول ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وذكره النبي من السبع الموبقات. فلا نسمي هذه الأشياء سحرا حتى لا تسفل كلمة سحر وساحر عند الناس، وبعضهم حتى هو يتفاخر يقول أنا ساحر والعياذ بالله في مثل هذه الأمور، هذه ليست سحرا ولكنها يعني من الخداع.